من يوم الخميس مساء جاءتنا التعليمات من وزارة الشؤون الخارجية، ديوان تقول هناك برقية من وزارة العدل عاجلة تطلب الاتصال بالجانب السيشيلي وتقديم مطلب رسمي إليه بتسليم صخر الماطري اللي هو موجود في السيشيل وإحالته أو جلبه إلى تونس. جاءت أيضا التعليمات كتابية، حينيا وصلتنا برقية من الوزارة بعد المكالمة الهاتفية، جاءتنا برقية تصحبها نسخة من برقية وزارة العدل اللي هي تتعلق بالموضوع هذا. فتكفلت السفارة حينها بمراسلة السيشيل أي وزارة الخارجية بإعداد مذكرة رسمية يعني باسم السفارة تتكلم باسم الحكومة التونسية وتقول علمني السيد عندكم فماذا بكم سلموه هنا وحيلوه من التونس. وذكرنا في هذا الصدد في مجيد حاجتين مهمين في نطاق المذكرة هذه، أولا ساعة كون السيد هذايا هو محل بطاقة جلب دولية، اثنين اللي كونه الباسبور متاعه ملغى منذ جانفي 2011. وكنا للتذكير سي مجيد للتذكير كنا السفارة كانت في جانفي 2011 بعثت بمذكرة رسمية إلى الجانب السيشيلي تقول له هذه قائمة في شخصية تونسية كانت في النظام السابق وأصبحت جوازات السفرية لاغية ومن بينها صخر الماطري. المتابعة حثيثة من أول لحظة من أول دقيقة من اللي جاتنا التعليمات شفهية وكتابية ونحن نعمل إلى حد هذا اليوم إلى حد هذا الوقت الذي أحدثكم فيه. أحب أن أذكر سي مجيد أيضا في هذا الإطار يعني بأنه السيد الوزير الدكتور رفيق عبد السلام بادر بالاتصال بنظيره وزير الخارجية السيشيلي الذي هو جان بول أدام وطرح عليه الموضوع وأكد له شخصيا على الأهمية التي يعيرها الجانب التونسي لهذه المسألة. ونفس الوزير اتصلت به أنا أيضا من ناحيتي كسفير تونس هنا ومعتمد في السيشيل مع الإقامة في أديس أبابا، اتصلت به عديد المرات وتعذر عليه الاتصال به لكن ثم بعد ذلك أجابني اليوم في الصباح يعني رجع المكالمة بتاعي وقال لي احنا لاهين بالموضوع واحنا عايطين والأهمية اللازمة، ليس لنا علم يعني لا بالوجه متاعه ولا يعني كيفاش خرج ولا كذا ولا شنو الوقت اللي خرج فيه بالضبط. متابعة دقيقة من الوزارة ومن السفارة من أول لحظة إلى آخر لحظة، وفي مكلمته يكلمني الوزير ويقول لي راه احنا سمعنا اللي هو سافر وكذا وتونا أكدوا لكم الشيء هذا ما نجيش نقول لك متأكد ولا، ثم يعني يفاجئونا بمذكرة رسمية جوابية على الموضوع متاعنا ويقول أنه السيد غادر التراب السيشيلي. فالحقيقة يعني واضح لنا أنه الطرف السيشيلي كان متواطئا.